السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجيبها كده تجيلها كده هي كده. في فيلم عربي مشهور جميل ما تزهقش منه أبدا لما تتفرج عليه، اسمه تجيبها كده تجيلها كده هي كده. كأس أفريقيا المحليين مش هيخرج من الجزائر، ما ينفعش يبقى أبرز بطولة اتعملت لكأس أفريقيا المحليين، تقريبا اتعمل قبل كده 7 أو 8 بطولات، تبقى دي أبرز بطولة وأحلى بطولة جماهيرية ومنظر وحاجة جميلة جدا الجزائر عملاها، وهو في الآخر الكأس يروح لحتة تانية. مع احترامي طبعا يعني، لكن لا، بنشجع الجزائر وبندعمها وبنقول لها تجيبها كده تجيلها كده هي كده إن شاء الله بإذن الله، طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بروح اللعيبة، بالزئير الجماهير، والكاس هيرفعه نجم جزائري وبطل جزائري إن شاء الله. لازم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هنبارك لكم، يبقى احتفال كبير تستحقوا الاحتفال الكبير. ملحوظة، بما اننا خلاص ان شاء الله هنبارك لكم باحتفال البطولة دي، الكرة مختلفة مع مصطفى صادق، والقناة التانية من الاخر مع مصطفى صادق دي قناة كرة قدم. عشقي للجزائريين وحبي للجزائريين من القلب للقلب، دي حاجة لوحديها. لكن بطولة كانت في كاس العالم المونديال حليناها كلها، لا كان فيها مصر ولا كان فيها الجزائر، حللنا كل ماتشات تونس، حللنا كل ماتشات السعودية، حللنا كل أسود الأطلس كله واحتفلنا معاهم. هي القناة كده، هل ده يمنع حبي للجزائريين وعشقي للجزائريين؟ لا طبعا، أنا بعشق الجزائريين، بلد وشعب في عينيا وفوق راسي من فوق. لكن ده يخليني أكره بلد تانية؟ لا، اللي فاهم كده يبقى. والحمد لله الحمد لله، الجزائريين ولاد أصول وبيعرفوا كويس جدا. كابتن مصطفى ده بقى أنا معاكم بقالي 1.5 سنة، لا عمري طبلت ولا عمري عشان أراضي بلد أروح شاتم في بلد تانية، عمري ما عملت الحاجات دي عمري.